بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هناخد الكلمات الخاصة بليسن 2 اسمه جيوغرافي يونت 3 كونكت 5. طيب الجيوغرافي ليه ايه؟ الجغرافيا، تمام. طيب هو بيقول لك هنا التايتل ناتشرال فيتشرز، الفيتشرز اللي هي السمات والخصائص، ناتشرال طبيعية مرتبطة بالطبيعة، يبقى ناتشرال فيتشرز الخصائص والسمات الطبيعية. المين فوكابلري عندك جبل ماونتن، ماونتن نهر جليدي زي ما انت شايفه قدامك كده، بيتقال ليه نطقين، جليشر جليشر او جليسير جليسير، نهر ريفر ريفر، فيضان فلاد فلاد، غابة استوائية هي غابة كثيفة الأشجار وممطرة اسمها رين فورست، رين فورست صحراء، ديزرت ديزرت شلالات، ووتر فولز ووتر فولز الكثبان الرملية اللي هي التلال الرملية اللي بتبقى موجودة في الصحراء اسمها ساند دونز، ساند دونز. تاني بسرعة، ماونتن جليشر او جليسير، ريفر فلاد، رين فورست، ديزرت، ووتر فولز، ساند دونز. الاكسترا فوكابلري الكلمات الاضافيه عبره وخلال، هناخدها دلوقتي في التكست ان شاء الله. ثرو ثرو يعني نهر النيل مثلا بداخل او بيخش عبره او خلال مصر، يبقى هنا رانز ثرو. شمال نورث نورث الوجه البحري، لور ايجيبت لور ايجيبت شرق، ايست ايست واحة، اويسز اويسز حيتان، ويلز ويلز مناظر ومعالم سياحية، سايتس سايتس حتى، انتل انتل عاصمة، كابيتال عاصمة بلد، كابيتال زي القاهرة مثلا عاصمة مصر، كابيتال كايرو از كابيتال اوف ايجيبت، يبقى كابيتال غرب، ويست ويست ساحل، كوست كوست ضخم اللي هو كبير جدا، هيوج هيوج بحيرة، ليك ليك البحر الابيض المتوسط، ميديترينيان سي. تاني ميديترينيان سي، ميديترينيان كمان، ميديترينيان ميديترينيان سي اللي هو البحر الابيض المتوسط، حديث مودرن مودرن، جنوب ساوث ساوث منخفض الفيوم، فيوم ديبريشن فيوم ديبريشن، والديبريشن لوحده يعني اكتئاب، يبقى فيوم ديبريشن، حفريات فوسيلز فوسيلز، مذهل اميزنج اميزنج، conjugation of verbs تصرفات الافعال، regular reach reached reach reached يصل بعد السي اتش اللي هي التش الاي دي بتنطق ت، expressions and phrases يقع الى lie to الشرق او الغرب الايست او الويست، يقع على lie on ساحل مثلا on the coast of كذا on the Mediterranean sea، تمام. يبقى lie to يقع الى اتجاه، lie on بيقع على ساحل او كده، mountain لي home to home to، يبقى lie to lie on home to. احفظ كلماتك كويس جدا، ذاكرها كويس جدا، واستعد للتكست ان شاء الله، تمام. بس ايه، تكون مجهز الكلمات عشان تكون فاهم انا بقول ايه. يلا قابلني في التكست، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.